انا ما بشوفش الحاجات دي والله. لا ما شفتهاش اصلا. يعني تحريم على طول كده؟ ما دام طول عمرنا يعني ليه دلوقتي بنتكلم في ده؟ والله انا ما حقيقي الكلام ده، انا ما عنديش القدره وما عنديش ان انا اقول رايي في الناس وفي راي الناس. والله تمام يعني براحتهم. انا مش عايز اتكلم عن في الاخر زملاء كمان واخواتي. تمام انا بقول لك يعني برضو دول زملاء واخواتي، ولكن وهم اكيد على هذا الوعي، وان احنا بنشتغل للجمهور. فانا متاكد انه مهما كان في خلاف او مهما في كلام، مفيش خلاف على ان احنا مهنتنا دي للسيد الجمهور اللي بيتفرج علينا. هو اللي بينجح الشخص، هو اللي بينزل الشخص نتيجة لعمله مش نتيجة لشخصه وأدائه او كعمل بشكل عام. فاحنا شغالين الشغلانة دي للجمهور. بس مشروع قائم ولكن لسه بيتكتب، ولازم يتكتب بشكل معين قوي عشان التجربة تبقى إضافة بإذن الله للجزء الأول. أنا مع فكرة تقديم أي جزء تاني لأي عمل الناس حابة تشوفه تاني. ما عنديش اللي هو لا خلاص يعني، بس إذا كان حلو. يعني عندي مشروع الهرم الرابع الجزء التاني موجود وكتب، وبعد كده رجعنا فكرنا نغير فيه حاجات. وارد يظهر فجأة موجود وبنفذه، أتمنى لأنه أحب أعمله. قصة حب إذا لقينا إن الفيلم هيضيف 100% هنعمله إن شاء الله. لا ما عنديش حاجة في رمضان، عندي مسلسل إن شاء الله ممكن يبقى أوف سيزون 10 حلقات. من غير بقى وقتها هنتكلم في تفاصيل. وقتها والنبي. لما يجي وقتها ان شاء الله. بس ده موجود باذن الله يعني. بس ان شاء الله. طب ايه موضوع سباق رمضان يعني؟ ايه بعدت عنه كده؟ يعني حاسس انه مفيش حاجه حلوه جت. طبعا لا انا يسرع مع اي حاجه في اي وقت، ده ما فيش خلاف عليه يعني. يعني اي حاجه في اي وقت. ليه بقى حاجه حلوه؟ طبعا اكيد.